اعتقلت شرطة مراكش قبل قليل من مساء يوم الأربعاء المغنية دنيا بطمة على خلفية قرار من النيابة العامة، وبعدما قررت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة النقض بالرباط رفض طلب النقض دنيا بطمة يوم الخميس 28 دجنبير الماضي، وقد تم إيداعها بسجن لودايا في مراكش حيث كتواجد حاليا. واعتقلت بطمة بعد أن استوفى دفاعها جميع السبل بهدف الطعن. واليوم المطربة موجودة بالسجن لقضاء مدة 12 شهر، وهو ما دفع قناة شوف تي في للانتقال من سؤال المغاربة كاملين كيسولوا علاش دنيا بطمة مازال ما دخلتش الحبس إلى سؤال المغاربة كاملين كيسولوا كيفاش بطمة غادي تدوز مدة الحبس. وكتساءل العديد من رواد العالم الأزرق عن أسباب تعطيل الحسم في ملف بطلة الكباريات وعدم صدور قرار محكمة النقض بعدما أزيد من سنة من توصلها بالطعن في قرار محكمة الاستئناف، إلا أن تغيرت مجريات الأمور بعد الحكم النهائي لمحكمة النقض يوم أمس بالرباط. المهم دنيا بطمة راها في الحبس حاليا في سجن في مراكش، تقضي مدة سنة كاملة واللي دارها بيديه في كبس النيح.